معهد السكر طبعا والمعاهد بتاعتنا كلها، احنا عندنا معهد السكر والغدد الصماء، وعندنا معهد التغذيه، وعندنا معهد القلب، ومعهد الرمد، ومعهد السمع والكلام، ومعهد الاعاقه الحركيه. دي المعاهد اللي عندنا في الهيئه، وعندنا 19 مستشفى ثانيه، هيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه. الفكره زي ما حضرتك سالتيني على الدور في التوعيه، طبعا احنا دورنا الاساسي بيبدا بالتوعيه وينتهي بالعلاج، لان احنا معاهد علاج بالمقام الاول. مرض السكر مرض ماكر شويه، ما بيظهرلوش اعراض، وده اللي بيأخر التشخيص بتاعه لمده من 6 ل 8 سنين في احيان كتير وفي بلاد كتير، حتى مثلا في المملكه المتحده. ده بيتطلب مننا يبقى في نوع من التوعيه للمريض، انه يعرف الاعراض اللي ممكن يجي بها سكر، العوامل الخطوره اللي ممكن تاهله ان يجيله مرض السكر، ازاي طرق الكشف المبكر عن مرض السكر، وازاي يتعامل معاه. لان النهارده الاديوكيشن او التعليم الطبي للمريض بقى جزء اساسي من العلاج، لو ما قلناش ان هو الجزء الاول والمستمر طول مرحله العلاج مع المريض. هو طبعا احنا اهم حاجه عندنا في المريض السكر انه يتابع سكره بصوره منتظمه، وهي دي المشكله اللي احنا بنلاقيها دايما، انه كتير من مرضى السكر ما بيتابعوش سكرهم بصوره منتظمه. احنا على الاقل كل 3 شهور لو السكر مش منتظم لازم نتابع بالتحاليل طبعا والفحص الطبي والاكلينيكي. وفي نفس الوقت الاهم من ده بقى انه اللي ما عندوش سكر اصلا يكتشف ان هو عنده سكر ازاي، لان في ناس كتيره جدا عندهم سكر وهم للاسف ما يعرفوش، وبيكتشفوا كده بالحظ انه عنده سكر لو عمل تحاليل في اي وقت كده. لازم ناخد بالنا انه قياس السكر على الأقل مرة في السنة، في السنة الواحدة، بحيث أنه لو عالي نقدر على طول نتدارك الموقف، لأنه المشكلة الكبيرة في عيانين السكر خصوصا من النوع الثاني أنه بيبقى عالي وبيأثر على الأعصاب وعلى العين وعلى الكلى، والعيان ما بيبقاش عارف أصلا أنه هو عنده سكر، في حين أنه ده شغال بقاله فترة طويلة. بما أني دكتور أطفال أصلا فهتكلم على النوع الأول في مرضى السكر. النوع الأول ببساطة هو خلل في التمثيل الغذائي للمواد الغذائية اللي احنا بناكلها بسبب غياب هرمون الانسولين. طبعا في اعراض كتير قوي معروفة، برضو عايز اقول في حاجة قبل ما ندخل في التشخيص وكده عشان الناس يعني ايه القلق نقضي عليه. هو مرض منتشر في العالم كله، مصر ليها يعني مرتبة في الموضوع. احنا عندنا اخر احصائيات ان احنا في 11.2 مليون طفل من مرضى النوع الاول في مصر. من أشهر الحاجات اللي المريض بيعاني منها وهو يمكن مش حاسس إن عنده سكر إنه عنده زغللة باستمرار، وبيجي يعمل عدة نظارات وبيجي يقول أنا عامل 3-4 نظارات ولا واحدة مريحاني، أو بيجيله ميكروب مستمر في عينيه فعنده عماص أو عنده أكياس دهنية أو عنده مشاكل في الجزء الأمامي في العين نتيجة إنه مرض السكر بيساعد الميكروبات إن هي تزيد في العين. الحقيقة أي واحد يشك إنه عنده زغللة باستمرار أو عنده ميكروبات أو مش شايف أو عنده مشكلة حصلت والمشكلة دي مش بتتحل بالقطرات والحاجات اللي زي كده، طبعا لازم يتوجه ويعمل فحوصات ويعمل السكر الصائم والفاطر والسكر التراكمي. دي أهم حاجة عشان نعرف إن السكر التراكمي ده محصلة السكر في آخر 3 شهور.